النهارده انا مستعمله جبنه فته معاها شويه زبادي معاها شويه زعتر فريش، ما عندي بيضه، وهحط على الوش شويه حبه البركه وان شاء الله هيعجبكم. اول حاجه هنجيب الجلاش، مش هعملها اكبر من كده، نص الجبنه كده وزبادي. الزعتر الفريش وشوية فلفل أسود. وبيضة. هعملهم اتنين اتنين. نعمل كده الأول ونلم من الجنبين. وبعدين نلف. بعد ما نلف بقى كل الجلاش بالشكل ده، ناخد البيضة. الفرن عندنا كالعادة على 180 و